مشكلة كبيرة بتحصل للناس اللي بيتعلموا اللغة الإيطالية وبيستخدموا جوجل ترانسليشن أو جوجل ترادوتوري علشان إن هم يكونوا الجمل بتاعتهم. المشكلة إن احنا مرات كتير بنحفظ كلمات وندور على الكلمة لوحدها وندور على الكلمة بالعربي ونحطها احنا بقى ونحاول نركبها في جملة. طيب مبدئيا الطريقة دي غلط جدا جدا ومش هتكون مفيدة بنسبة كبيرة، ممكن مرة تصيب ومرة تخيب. ازاي؟ اولا لان الكلمات باللغة العربية مرات بتختلف نطقها على حسب التشكيل، وفي جوجل مش هيشكل اكيد. اوكي، حاجة تانية، الكلمة بيختلف معناها على حسب سياق الجملة. يعني ايه؟ هديكم مثال. في عندنا كلمة سفراتو وكلمة باكو، ماشي؟ كلمة سفراتو دي معناها طرد، اكتبوا كده على جوجل سفراتو هتلاقوا كلمة طرد، ما شاء الله، حلو جميل. او بعدين طيب كلمة باكو دي كمان اسمها على جوجل طرد، الله. طب ازاي يعني هما الاثنين نفس المعنى وكلمتين يعني مترادفين؟ في ناس هتفسر كده بسرعة، لا مش كده. امال هو ايه؟ هو كلمة سفراتو معناها طرد، بس طرد من البيت، ان حد ياخد طرد، جواب طرد انه يمشي ويسيب البيت، خلاص. اما كلمة باكو معناها الكرتونة اللي بتكون طرد البوستة اللي حط فيها هدايا لحد او استقبلها من حد او اجيب هدية مثلا او اجيب حاجة من امازون فيبعتها لي في امباكو، اللي هو طرد اللي هو الكرتونة. ومن هنا قررنا ان احنا نديكم النصيحة الحلوة دي، لما تعوزوا تستعملوا او تذكروا ايطالي ما تحفظوش كلمات لوحدها، احفظوا كلمة في سياق الجملة علشان معناها يكون واضح وتعرفوا كمان تستخدموها، تمام؟ فتعالوا بقى النهاردة ناخد جمل على كلمة سفراتو، لو سفراتو، وكلام على أو جمل على كلمة باكو. خليكم سفراتو طرد. Il proprietario di casa ha disposto lo sfratto perché Andrea non ha pagato l'affitto. يعني إيه؟ il proprietario di casa يعني صاحب البيت، proprietario يعني صاحب البيت، اوكي، دي كازا المالك بتاع البيت، disposto امر طبعا في الايه في الباساتو بروسيمو، lo sfratto امر بالطرد، perché عشان اندريا non ha pagato l'affitto، عشان اندريا ما دفعش الايجار. يبقى هنا كلمه lo sfratto بمعنى الطرد، طرد من البيت، خلاص. lo sfratto Anna non ha voluto accettare lo sfratto e ha protestato. Anna non ha voluto Anna ma رضيتش، يعني ha voluto il verbo volere، non ha voluto ma أرادتش accettare إن هي تقبل lo sfratto، إن هي تقبل بالطرد، e ha protestato يعني احتجت. كلمة protestare يعني يحتج، يعني يبدأ بقى يشتكي يعمل حاجة، المهم ان هي احتجت. اوكي، Anna non ha voluto accettare lo sfratto e ha protestato. Ho ricevuto lo sfratto e devo lasciare il mio appartamento. Ho ricevuto يعني استلمت، il verbo ricevere lo è استلم، ودي متصرفة فين؟ في الباستاتو بروسيمو. Ho ricevuto lo sfratto يعني انا استلمت الطرد، ادافو يتوجب عليا، لشاري ترك، الميو ابارتامنتو ترك ايه؟ شقتي، الميو بتاعتي انا خاصتي، ابارتامنتو شقة. اوكي، ho ricevuto lo sfratto e devo lasciare il mio appartamento. un pacco الطرد الحلو. اوكي، طيب il pacco dei vestiti che ho ordinato è stato spedito. يعني ايه il pacco dei vestiti؟ اللي هو الطرد اللي هو بتاع الهدوم، che ho ordinato، ordinare اللي هو يطلب، يطلب حاجة يعمل لها order،
che ho ordinato e le طلبتهم stato spedito, yani تم إرساله, è stato spedito. Il pacco dei vestiti che ho ordinato è stato spedito. Ok? طرد بتاع الهدوم اللي أنا طلبتها تم إرساله. Okay? ده الطرد اللي كلنا بنهرب منه. Okay? بنحبه بس بنهرب منه. Ho ricevuto un pacco regalo, يعني أنا استقبلت أو استلمت pacco regalo اللي هو الكرتونة اللي بتبقى بشكل الهدية دي. خلاص؟ حد بعت لي طرد هدية. خلاص؟ Ho ricevuto un pacco regalo. Ricapitolando, نلخص ونلم الليلة. اتعلمنا النهاردة الفرق ما بين كلمتين، الطرد الحلو والطرد الوحش. الطرد الحلو اسمه اون باكو، اللي هي كرتونة. كرتونة ممكن تكون جاية هدية، جاية فيها حاجة احنا طالبينها من امازون، من اي حتة. اوكي. والطرد الوحش اللي هو لوس فراتو. لوس فراتو اللي هو الطرد بتاع صاحب البيت، اللي هو بيطالبنا ان احنا يطردنا من البيت. ده اسمه طرد وده اسمه طرد، ولكن ده معناه ان احنا ننطرد من البيت اللي هو لوس فراتو، والتاني معناه ان احنا يكون عندنا زي كرتونة ونروح نبعتها بالبوستة او نسحبها بالبوستة او نعمل اوردر وتجيلنا الحاجات على شكل طرد. اتمنى ان درس النهاردة يكون مفيد بالنسبة لكم، ولو دروسي مفيدة بالنسبة لكم ما تنسوش تدعوا لي دعوة حلوة.